يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يحاسب المرء بسبب الحديث النفسي؟ الله أعلم، لكنه إذا هم بالسيئة، إذا هم بالسيئة تركها لأنه لم يتمكن منها، ولو تمكن منها لا فعلها، هذه يحاسب، تكتب عليه سيئة لنيته السيئة. ما إذا تركها خوفا من الله فإنها تكتب حسنة. إذا ترك هم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله تكتب له حسنة. نعم.